ولعشاق التحليه بالكراميل. جبت لكم اليوم واحد التحليه بالكراميل والموس او البنان، سهله ورائعه والمذاق خطير، صدقوني انه خطير، واهم حاجه انها بدون بيض وكذلك بدون كريمه. بالنسبه للمقادير فانا خديت نصف لتر ديال الحليب، فلان بنكهه الكراميل، خديت كذلك مايزينا وسكر سنيده. فخديت واحد الكسرونه اللي درت فيها نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيف لها فلان بنكهه الكراميل. غادي نضيف مايزينا، فانا ضفت جوج معالق كبار ديال مايزينا اولا نشا الذره، يمكن لكم تعوضوها كذلك بالكريم باتيسير. فهنا غادي نضيف سكر سنيده، بالنسبه للحلاوه فكتبقى حسب الذوق. بالنسبه لي انا فانا ضفت جوج معالق ديال سكر سنيده، وغادي نخلط بالفوي، غادي نخلط باش غيندمج ليا الحليب مع المايزينا وكذلك مع الفلون. من بعد فغادي نحط الكسرونه ديالي فوق النار حتى يغلى ليا الخليط ديالي، وانا حاطه الكسرونه فوق النار فكذلك كنبقى نخلط بالفوي باش ما يتهبطش ليا المايزينا لتحت وتحرق ليا لتحت، فكنبقى مره كنخلط بالفوي حتى كتكون عندي الكريمه. من بعد ما كتكون عندي الكريمه اولا كيغلى ليا الخليط فكنحيدها من فوق النار وكنخليها تدفى شويه عاده. من بعد فكنديرها في الكؤوس ديال التقديم، بالنسبه لي انا هاد الكؤوس خمسة الكؤوس ديال التقديم فانا ضبطت المقادير، هذاك الشيء علاش فدرت اطر واحد ديال الحليب وكذلك جوج ساشيات ديال الفلون كراميل. بالنسبه للناس اللي كانوا اسره قليله فنصف لتر كافي ليهم. كذلك هنا من بعد ما صبيت الفلون ديالي في الكؤوس ديال التقديم فقطعت حبتين من الموز اللي قطعتهم دوائر وستفتهم في دوك الكؤوس، تخليته حتى تفاليا اولا شد راسو عاد ستفتهم. هنا غندوزو باش نحضرو الكراميل ديالنا. بالنسبه للكراميل فغنحضرو بواحد الطريقه سهله. فبالنسبه لي انا فخديت كاس ديال السكر سنيده، يمكن لكم تاخدو غير نصف كاس ديال السكر سنيده. فبالنسبه لي انا خديت كاس ديال السكر سنيده اللي درتو في واحد الكسرونه وحطيتها فوق النار. من بعد فالنار تكون شويه مهيله فكنبقى نخلط بالملعقه الخشبيه حتى كيذوب ليا السكر السنيده كامل وكيعطيني هذا اللون فاتح. من بعد ما كيذوب ليا كنبدا نخلط وكنبقى نخلط بديك الملعقه خشبيه حتى كيذوب ليا كاع داك السكر. من بعد فكناخذ واحد نصف كاس ديال الحليب اللي دوز فيه معلقه صغيره ديال النشا، غير معلقه صغيره ديال النشا، هذه اللي غادي ندقق لكم عليها، معلقه صغيره ما نفوتوهاش. من بعد ما ذوب ديك المعلقه الصغيره ديال النشا في الحليب فضفتها الكراميل ديالي. شوفوا من بعد ما درتها فبديت كنخلط لان كدير لينا ديك الكشكوشه المره الاولى اولا داك الغليان يعني السكر كيغلى لينا، فكنخلطوها مزيان حتى تذوب لينا داك السكر لانه كيتحجر لينا المره الاولى حتى كتذوب لينا مزيان. من بعد فكنطفيو النار. فهذه هي الكراميل اللي انا حصلت عليه، كيجي زوين وكذلك كيكون اقتصادي. بالنسبه للناس اللي عندهم الكراميل جاهز فكيكون احسن، ولكن اختي احسن طريقه انك تحضريه في الدار، كتجي واحد الحاجه درتها بيديك كتجيك ميزه. فبالنسبه للناس اللي عندهم فماشي مشكله. من بعد فكنحيد داك الكراميل وكنخليه حتى كيدفى ليا شويه عاده كنديرو فوق البنان ديالي. بالنسبه للناس اللي مبغاوش يضيفوا لهاد التحليه الموس فيمكن ليهم يتخلاو على الموس وما يضيفوش، فكتبقى غير فكره وصافي. وكذلك حتى بالنسبه للكراميل فراه كيجي مواتي بزاف مع الموس.
صبيت كاع داك الكراميل ديالي في الكؤوس فوق البنان هانتوما. من بعد خديت الشوفان، فبالنسبه للشوفان فانا خديت جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال الشوفان، اللي درت فيهم جوج معالق ديال السكر سنيده، فخلطتهم مزيان ودرتهم في واحد المقيله، وبقيت يعني حتى تحمروا لينا وكذلك ولاو كراميليزي. من بعد فدرت لهم واحد الرشيشه ديال الماء غير باش يبقى محافظ ليا على القرمشه وكذلك يتفرق ليا، فحطيته فوق واحد المنديل حتى برد ليا، وهو اللي زينت به هاد الكؤوس ديال التحليه. فصدقوني راه كيجي رائع، وكذلك كنعطوه حتى لوليدات ديالنا مع الحليب وهذا، فراه كيجي رائع بالنسبه للشوفان كراميليزي. بالنسبه ليا انا فانا دخلت الكؤوس ديالي الثلاجه حتى بردوا ليا، من بعد ما بردوا ليا فزينتهم بحبيبات ديال الكوكيز. صدقوني كما قلت لكم المره الاولى، فبالنسبه لهاد التحليه فراه كتجي بنينه ورائعه، وكذلك كتكون اقتصاديه. كنتمناكم انكم تجربوها وتردوا عليا خبر. كما قلت لكم راه بدون بيض وكذلك بدون كريمه وكتجي اقتصاديه. هنا الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، كنتمنى فيديونا ديال اليوم يكون نال اعجابكم.